السلام عليكم حبايبي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو كما كتشاهدوا في الصوره، هذا ولد الاخ ديالي اللي جا ما كانش مطهر، والحمد لله طهرناه ودرنا حفله بسيطه ما بين العائله والحباب. الحمد لله داز نهار زوين كيف ما كتشاهدونا البنات. هادو طبيصلات ديال الدجاج. تحيه للطباخه اللي طيبات، كنقول لها تبارك الله عليك من هذا المنبر، طيبك غزال. كما كتشاهدوا البنات، غادي ندوز لكم صور، ومن بعد غادي نشارك معكم واحد الشرموله اللي هي غزاله عجبتني، وقلت لها علاش ما نشاركهاش معكم. كانت هي كتصايب فيها وعجبتني وصورتها لكم. في الصراحة داز نهار زوين، فرحنا نشطنا. جو غادي نخلي لكم واحد المفاجأة في الآخر، نتمنى تنال إعجابكم. هنا البنات، هذيك السيدة كتقلب في الدجاج، صراحة تبارك الله عليها طيابها غزال، ما عندي ما نقول. ما كانش بزاف، غير العائله والحباب بينهم، ماشي بزاف ماشي بزاف. مهم داز نهار غزال. واخا البنات سمحوا لي ما صورتش لكم، ما درتش لكم كلشي يعني بالتدقيق، حاجه حاجه لحقاش كنت مشغوله والله. ولد الاخ ديالي ما كان باغي حتى شي واحد، وما كان باغي يلصق في حتى شي واحد ولا يمشي عند حتى شي واحد غير انا، وبقيت دايره ليه خاطرو زعما ما بغاش يسكت. وبزاف د الحوايج راكم عارفين، الوليدات اللي ما كيكونوش كيجيو من الغرب وما كيكونوش يعرفوا العربيه كتكون حاجه اخرى وشكل اخر. بقيت شاده حتى صاب خاطرو وما صورتش. هنا البنات كنت كنقي مع الطيابه في البيض ديال السمان، وكنت شاده حدايا. هذه هي الشرموله اللي قلت لكم البنات غزاله. هنا البنات دارت الزيت البلديه، دارت السيترون اولا الحامض مصير، دارت معلقه ديال مطيشه الحك ومعلقه ديال الهريسه، دارت التوابل كامله، دافت عليها غير الكمون، ودارت داما ديال الزعفران، ودارت القزبر. لا البنات قالت لك معدنوس ماشي القزبر، عفوا دارت معدنوس، قالت لك القزبر ما ديروهش، دارت معدنوس. الصراحه جات غزاله، انا دقتها وعجبتني. عاد لحت لكم الفيديو، نتمنى من الله تجربوها وما نكون نسيت حتى شي حاجه. غادي نعاود لكم، دارت التوابل كامله وضافت عليهم الكمون، دارت داما ديال الزعفران والزيت البلديه، الحامض مصير، دارت الثومه ودارت الزيت البلدي، دارت معلقه ديال مطيشه الحك ومعلقه ديال الهريسه. صراحه غزاله، جربوها البنات صراحه غادي تعجبكم. بالنسبه قالت لي ديروها وتخليوها في الثلاجه، ديريها في بواطه وتخليها في الثلاجه وتبقيها كترافقيها مع الغداء مع شحال حاجه كتجي غزاله. قالت لي ما كتخسرش، كتبقى مده. ودابا غادي ديرها فوق البوطه كما كتشاهدوا، هي دارت هنايا المعدنوس، غادي ديرها فوق البوطه، كتشحرها مزيان حتى تجي يدخلوا هذاك الزيتون، كتدخلوا هاد التوابل. بالنسبه للزيتون البنات، هذاك اللي مفرشخ راه بالعظم ديالو، ولكن مفرشخ ماشي مشقوق، هذاك اللي كيكون هذاك كيضربوا واقيلا بالحجره. جربوها البنات كتجي زوينه. غادي ديرها فوق البوطه وغادي تخليها حتى، هي ما دارتش هنا البوطه غير الفاخر، غادي تخليها حتى كتشرب هذيك الزويته. وقيلا قالت كتضيف كاس ديال الماء وكتخليه حتى داك الكاس ديال الماء كيمشي، ما كيبقاش كيتشرب هذاك الزيت ولاصوص وكيجي زوين. بالنسبه هنايا البنات، كنت كتصيب في الطباسل، قلت لها والله حتى نصور، كتقول لي بلاتي حتى نمسح جناب ديال الطبسيل، حقاش ما كنتش مساليه وما يعني ما كانش عندي الوقت. قلت لها فاش بدات تحطي عيط عليا، فاش عيطت عليا بقى ما مسحت الطباسل من جناب ما والو. انا كنزرب كنقول لها لا خصني نصور، حقاش غير كتصيب الطباسل كيجيو يديهم للدراري. قلت لها نصور لكم شويه على الاقل. بصراحه البنات تبارك الله عليها طيابها غزال، الله يعطيها الصحه. ما كرهتش تكونوا معايا كاملين، مرحبا والف مرحبا. ما تنساوش البنات تخلوا لي التعاليق الزوينه ديالكم، اللي كتحفزني وكتخليني ديما نتشجع
وانه نزيد نعطي. هنا البنات غادي نساليو العشاء، غادي نحطو اتاي هنا اللحم بالبرقوق. بالنسبة لبنات اللحم بالبرقوق زينات البرقوق باللوز مهرمش، والقرقع دارت فيه هذيك المشماشة. هنا البنات غادي ندوزو باش غادي نديرو كويز ديال اتاي مع شوية الفاكهة، راكم عارفين كوكاو واللوز والقرقع والتمر واتاي. هنا راه محطوطين الكيسان وهنايا داكشي ديال الاتاي والسكر وداكشي باش كيصايبو اتاي. هنا البريدات والصينية مصايبة. هنا البنات المفاجاه اللي قلت لكم هي انهم كانوا عبيده الرما، صراحه نشطنا معاهم. كنتمنى من الله ينال اعجابكم هذا الفيديو، وبالصحه والراحه الى فيديو قادم. خليكم Yeah.
وخمر وجه وشهوه.